دائما احنا بنقول ليست فقط جائحة كورونا، وإنما في كثير من الهزات الاقتصادية التي تواجهها الشركات التي لا تعتمد على التشاركية، التي لا تعتمد على التعاون مع الموظفين، التي لا تعتمد على تقييم رضا الموظفين عنها، بالتأكيد لها فترة محدودة وتنهار، لأنه الموظف هو عمود وأساس أي منظمة. المنظمة هي عبارة عن مبنى، ومن يقوم بجميع الأعمال هم الموظفين، ومن هون لابد من الدعم النفسي، وهو جانب واحد من الجوانب التي يجب أن تقدمها المنظمات لموظفيها.